بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بكم من جديد في هذه الدورة التكوينية، والتي سوف نرى من خلالها كيفية دراسة طريق بواسطة كل من برامج أوتوكاد، أوتوبيست، بيست، وكوفاتيس. إذن وصلنا إلى مرحلة رسم القطع أو المقطع الطولي للطريق بعد إنهاء رسم التخطيط الأفقي للطريق. الآن يجب إكمال رسم المقطع الطولي للطريق. فكما قلنا في الجانب النظري لدراسة الطريق أو تصميم الطريق، العمود الفقري للتصميم يتكون من 3 مراحل. المرحلة الأولى وهو رسم التخطيط الأفقي للطريق، المرحلة الثانية وهي رسم المقطع الطولي للطريق، أما الثالثة فهي رسم المقاطع العرضية للطريق مع رسم المقطع العرضي النموذجي له. إذا اليوم سوف نتطرق بإذن الله العلي القدير إلى رسم كيفية رسم التخطيط المقطع الطولي للطريق بواسطة البرنامج أوتوبيست. فكما قلنا أعزائي المتربصين، أن رسم التخطيط الأفقي للطريق والمقطع الطولي لها يجب أن يكون، أو اخترنا أن يكون هنا في هذه الدورة، اخترنا أن يكون في برنامج أو بوسط البرنامج أوتو بيست. ينقسم طريقة رسم المقطع الطولي للطريق إلى قسمين. قسم أول يتم على مستوى القائمة أكسون بلون، وقسم ثاني يتم على مستوى القائمة بروفيل أونلون لبرنامج الأوتوبيست. نبدأ على بركة الله بالقائمة الأولى ألا وهي الأكسون بلون. إذن يجب القيام بإسقاط مختلف النقاط تقاطع محور الطريق مع مثلثات الأمانتي. فكما قمنا سابقا بحساب أمانتي هذه المنطقة، هذا هو أمانتي المنطقة، فنقوم بحساب آليا حساب كل نقاط تقاطعات محور الطريق مع مثلثات الأمانتي. فهنا مثلا هاته تمثل نقطة تقاطع، هاته كذلك، هاته كذلك، هاته كذلك، إلى غير ذلك، إلى حين إتمام كل نقاط تقاطعات محور الطريق مع كل مثلثات الأمانتي. هذه واحدة. 2، نحسب كذلك نقاط البروفيل التي اخترناها سابقا. فاخترنا كل 30 متر يجب أن يرسم لنا أن بروفيل، 30 متر أن دوزيام بروفيل، 30 متر تروازيام بروفيل، إلى غير ذلك. فيقوم آليا البرنامج بحساب كذلك نقاط أو أحداثيات نقاط النقاط تواجد البروفيل التي اخترناها سابقا. إذن يقوم البرنامج بقيام بوظيفتين. الوظيفة الأولى هي حساب زد نقاط تقاطع المحور مع المثلثات، وكذلك زد أي منسوب نقاط البروفيل التي اخترناها سابقا. هذه عملية حتى نتمكن من القيام بها، أي إسقاطات محور الطريق على الأرضية، هذا هو معناها إسقاطات محور الطريق على الأرضية، أي حساب مجموع إسقاطات محور الطريق على الأرضية وتمثيلها بيانيا فيما يسمى بالبروفيل تيرا ناتورال. نقوم من القائمة أكس أون بلون بالذهاب إلى كرياسيون بروفيل تيرا ناتورال، كرياسيون بروفيل تيرا ناتورال. إذن هذه المهمة في هذه الوظيفة، يقوم البرنامج بحساب إسقاطات كل من نقاط تقاطع المحور مع الأمانتي، وكذلك يسقط نقاط البروفيل على الأرضية، ويقوم باستخراج زاد كل نقطة. هنا يقوم البرنامج بوضع اختيارين، سير تريونغل أو سيزي بوليغونال إكزيستون. هنا نقول له سير تريونغل لأن الأمانتي الذي قمنا بحسابه عبارة عن مثلثات، وتريونغل معناها مثلث، سير تريونغل. يقوم البرنامج بإظهار نافذة جديدة بها
بها بعض الإعدادات. نقوم هنا باختيار، نقوم هنا من هذه النافذة باختيار الكالك الامنتي الكالك الامنتي الذي حسبناه سابقا، قمنا بحسابه او القيام برسمه سابقا. من هنا كالك نقوم باختيار الكالك الخاص بنا. فمثلا في هذا الرسم قمنا بتسمية الامنتي الخاص بنا تين امنتي ان، فيمكن ان تجده له اسم اخر. نضغط على او نؤشر على تين امنتي ان، اسم الامنتي الخاص بنا، ثم نضغط على اوكي. فهنا اختار تين امنتي ان، ثم نضغط من جديد على اوكي. يقوم البرنامج آليا باختيار مجموعة بالتأشير على الامنتي الذي اخترته. إذا أردت أنت أن تتأكد من أنه اختار الامنتي الذي أردت أنت أن تختاره، فما عليك إلا التأشير بزر الفأرة على الامنتي الخاص بك، ومن ثم يظهر لك كتابة خاصة بالامنتي أو اسم الامنتي أو كلك الامنتي الخاص بك. إذا هذه الامنتي لا نريد أن تبقى هنا، مثلا نقوم بمسحها من النافذة، ونترك فقط الامنتي الذي قمنا باختياره نحن. إذا نتأشر عليها يقوم البرنامج بكتابة كالك أو اسم كالك الامنتي الخاص بنا. نقول أوكي هنا. إذا هنا قام البرنامج بحساب إسقاطات نقاط تقاطع المحور مع المثلثات، وكذلك كل من البروفيل الذي اخترناه سابقا، فيقوم برسم مثلث فيقوم برسم مستقيم امبولان طروادي به عديد. إذا هذه النقاط يا جماعة، هذه النقاط التي هنا تبدو زرقاء هي نقاط تقاطع الامنتي مع محور الطريق، وكذلك النقاط التي بها البروفيل الخاص بنا. هنا البروفيل لم يظهر، ولكن ركز فقط على نقاط تقاطع محور الطريق مع مثلثات الامنتي. ثم من ذلك هنا لاحظ ان هناك مثلث يمر من هنا، وهناك محور يمر من هنا. اذا نقطة تقاطع محور مع مثلث قام بحساب نقاط عندها عن طريق عملية الانتربولاسيون الآلي. إذا نقوم بإطفاء كالك الامنتي لإظهار الديسا بصفة جيدة، وكذلك كالك كوب نيفو كذلك وذلك لإظهار مكونات الأكسون بلون للعين جيدا بصفة جيدة. نقوم الآن برسم المقطع الطولي للطريق. نذهب إلى أوتوبيست، نختار بروفيرنو، تذهب لقائمة بروفيرنو، ومن ثم نختار ديسا دي بروفيرنو. هنا تظهر لنا نافذة جيدة. من هذا الزر إديتي لي بارامتر دو ميز أون باج، نختار هنا ديفير، نذهب إلى ديفير متفرقات، ونختار منها السلم 1 على 1000. نختار السلم 1 على 1000، ثم نضغط على سوف غاردي حفظ البيانات، ثم نخرج من هنا. نختار من هنا 1000، يعني سلم المحور الفواصل نختاره 1 على 1000، وسلم محور التراتيب نختاره 1 على 100. كما قلنا نظريا سلم محور التراتيب هو يساوي سلم محور الفواصل مضروب في 10. إذا ضربنا في العدد 10 1 على 1000 فينتج لنا 1 على 100. ثم نضغط على فاليدي لكي نقوم برسم المقطع الطولي للطريق. نختار النقطة السفلى اليسرى من المخطط، يعني مخطط مقطع طولي الطريق. نضغط مثلا هنا فيقوم برسم التخطيط آليا، التخطيط المقطع الطولي للطريق. إذا بقي لنا يا جماعة أن نرسم البروفيلون بروجي، أي المشروع المقطع الطولي. هذا يمثل المقطع الطولي
للأرضية، ومن ثم نقوم برسم أو تصميم المقطع الطولي للمشروع.